نشرت الفنانة اليمنية بلقيس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسرير يلي اشترته لطفلة تركية يلي ناطرة ولادته. كشفت الممثلة السورية ناهد الحلبي عن تعرضها لحادث سير كشفت تفاصيله لموقع الفن، فقالت إنها طلعت بسيارتها وبعد ما سايت أقل من متر واحد اصطدمت فيها سيارة مسرعة، والحادث سبب لها ردود قوية بمختلف أنحاء جسمها وقويها كان ضربة على ساقة. انتشرت شائعات عن أنه الفنانة إليسا ألغت متابعة الفنان المصري محمد حمائي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود خلاف بيناتهم، لكن تبين أنه إليسا ما كانت تتابع حمائي بالأساس وقامت بمتابعته مؤخراً. أشعلت سوهان ابنة نجم بوليوود شاروخان مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور إلها بالبيكيني مع أصدقائها بحمام سباحة، وظهرت سوهان بالغة من العمر 17 سنة بغاية الجاذبية بدون مكياج. ومننتقل لفقرة شيك بوليس. طالت المحامية اللبنانية الأصل أمل كلوني بجلسة تصوير على صفحات العدد الأخير من مجلة فوغ، ولفتت أمل زوجة النجم العالمي الشهير جورج كلوني الأنظار بإطلالتها. بالإطلالة الأولى لبست أمل بنطلون من الجلد الأسود مزين بالشريطين باللون الأحمر من الجنبين مع كنزة مخططة باللونين الأبيض والأسود. بإطلالتها الثانية اختارت كنزة حمراء مع بنطلون جلدي كلاسيكي. أما بالإطلالة الثالثة اختارت فستان بمودة البولكا دوتس بأرضية بيضة مع نقط سوداء، وعلى غلاف المجلة اختارت أمل فستان زهر.